السلام عليكم ورحمة الله. الصوت مسموع؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا، وصلى الله سبحانه وتعالى للجميع لعامنة والتوفيق والسداد. أولا سمية، أنزلي علامة اليد، بارك الله فيك. حياكم الله جميعا، وصلى الله سبحانه وتعالى للجميع لعامنة والتوفيق والسداد بإذن الله جل وعلا. سمية تسمعين؟ بارك الله فيك. سمية النهدي، طيب انزلي علامة اليد، بارك الله فيك، انزلي علامة اليد. كنت أقول حياكم الله جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى للجميع الإعانة والتوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العام الجامعي عاما مليئا بالخير والبركة، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير وتقى وفلاح. قبل أن أبدأ، بارك الله فيكم، بالنسبة للصوت اللي يتحدثون عن الصوت وأن الصوت فيه إشكالية، طبعا الإشكالية لديكم أنتم، إذا كانت عندي ستكون عامة للجميع، أما إذا كانت لدى مجموعة أو طالب أو طالبة أو طالب أو طالبين فبالتأكيد أن الإشكال لديهم هم. فالحل هو، أنا أعرف يا ملهم، نعم، لكن أنا أريد أجيب على الأخوات اللي يقولون الصوت غير واضح. الإشكال غالبا لديهم، والحل في ذلك بارك الله فيكم، يعني أي واحد يواجه إشكالية في الصوت، الحل أن يضع سماعات الأذن أو يخرج ثم يدخل، وبإذن الله يتحسن الصوت، ولا مانع من إجراء تجربة الصوت عبر الكمبيوتر قبل الدخول. حياكم الله جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الجميع مباركا وموفقا، وأن يهدينا سبيل الرشاد، وأن يجعل ما نتعلم وما ندرس حجة لنا لا علينا. بإذن الله جل وعلا سأكون معكم خلال هذا الفصل في المساندة الأكاديمية لمقرر أصول الفقه والقواعد الفقهية، والمقرر هو من المقررات المشتركة بين أكثر من تخصص، ولذلك قد نواجه أحيانا إشكالية فيما لو كان الدخول من الطلاب كبيرا، قد يتسبب في إشكاليات في قضية انقطاع الاتصال أو نحو ذلك، لكن إن شاء الله الأمور تمشي بإذن الله جل وعلا. اللقاء هذا قد لا أبدأ، سيكون لقاء عام سأتكلم فيه عن المقرر، عن ماذا يتضمن المقرر، عن ماهيته، عن التعامل معه، عن المطلوب منا، كيف طريقتنا، كيف سنعمل خلال هذا الفصل، وإن كان معنا وقت ممكن نبدأ بإذن الله جل وعلا. وقبل أن أبدأ، بالنسبة هناك يعني أحيانا تساؤل يأتي بعض الطلاب، ربما يكون هذا التساؤل أيضا طرأ على أذهانكم. حنا طلاب إدارة واقتصاد، وش علاقتنا بالفقه وأصول الفقه؟ ما يطرأ هذا التساؤل على بالي بعضكم أحيانا؟ هذا يرد في أذهان بعض الطلاب وبعض الطالبات، والحقيقة أن هذا التساؤل خطأ من أصله، ولو يعني أخذنا بهذا المبدأ لقلنا أيضا لماذا تدرسون القرآن، ولماذا تدرسون الحديث، ولماذا طالب الشريعة يدرس الاقتصاد، ولماذا يدرس اللغة الإنجليزية، فلا ننتهي من ذلك. مقرر أصول الفقه من المقررات الشرعية التي تفيد الطالب وتفيد الإنسان بشكل عام،
من حيث أهميته، ولعلنا إذا تكلمنا على الأهمية نتكلم على شيء من ذلك، لأنه يضع أسس وقواعد تساعد الإنسان على التعامل، سواء تعامل علمي أو تعامل عادي، وعلها يأتي إن شاء الله وقت نتحدث عن ذلك بإذن الله جل وعلا. اللي أريد أن أتحدث عنه أن هذا المقرر لا يقل أهمية عن بقية المقررات، لكن كيف نتعامل معه؟ طبعا قد يكون حديثي يشمل جميع المقررات، يعني كيف نتعامل مع جميع المقررات، لكن بحكم أنني أتحدث عن أو أقوم بالمساندة الأكاديمية لهذا المقرر، مقرر أصول الفقه والقواعد الفقهية، سأقتصر أو سيكون تمثيلي دائما على هذا المقرر. طبعا لو طرحت عليكم سؤال، تصدقوني القول ولا ما راح تصدقوني القول؟ السؤال يقول: قبل أن تدرس المقرر هل سألتم عنه؟ يعني استفسرتم من طلاب أو طالبات قبلكم إيش رأيكم بمقرر كذا ومقرر كذا، هل هو صعب هل هو سهل؟ بالنسبة لبعض الأخوات يجيبون على الخاص، بده يكون الجواب كله على العام، كله على العام وليس على الخاص. علي يقول لا، وأفراح نعم، وقبلهم أيضا قالوا نعم. الحقيقة أنا بسأل سؤال، لماذا السؤال؟ سؤالي هو لماذا السؤال؟ لماذا تسألون عن الأستاذ أو عن المقرر؟ ما السبب؟ خلونا ندردش شوي ونتناقش. جيد، أحمد يقول نشوفه سهل ولا لا، لمعرفة أسلوبه عشان نأخذ فكرة، بس الكلام يروح سريعا عشان يكون الدكتور يكون مساعد لنا عشان نأخذ فكرة عن طريقة التدريس، لعرف صعوبة المادة وسهولتها. يعني نشوف الدكتور متعاون ولا لا. يعني خلاصة كلامكم كله أنكم تبنون تقبلكم للمقرر أو للأستاذ بناء على إيش؟ بناء على تجربة ولا بناء على سماع؟ كيف تجربة يا أفرح؟ جربتوه يعني؟ أنتم جربتها يا أحمد؟ جربت الأمر ولا سمعت؟ جيد وجدان، لكن أنت جربتي ولا سمعتي؟ أنا كلامي ملهم تجربة ولا سماع؟ إذا بنيتم عن طريق سماع وليس عن طريق تجربة. طيب بسألكم الآن سؤال آخر، أنا لأني أريد أن أنطلق إلى شيء محدد الآن. لو قبل أن يبدأ الفصل الدراسي هذا، أنا ما أدري إذا أنتم سألتم عني ولا لا، يمكن ما حد سأل عني سابقا لأنكم ما توقعتم أن يكون عندكم، أنا ما كلفت بالمقرر إلا أمس تقريبا. لكن لو سألتم عني مثلا، أمداكم تسألون ما شاء الله. طيب لو سألتم عني مثلا وقال لكم أحد الطلاب أو أحد الطالبات: الدكتور فلان الله يعينكم عليه دكتور غامض وسئلته ما يحلها أي أحد وما يتعامل وما يضحك وكرهنا في المادة، أنتم شلون تكون نفسيتكم؟ أفرح تقول ما راح أسجل المادة. على طول يعني تحذفوا المادة، واللي مو بحاذف بيحضر للمادة وهو إيش؟ أنت علي بتغامر، لكن بتجي وأنت إيش؟ وأنت متخوف ولا لا؟ وهذه الإشكالية أننا نبني مستقبلنا على قيل وقالوا وليس عن طريق تجربة. ولذلك الطلاب اللي يذمون أستاذ أو يذمون مقرر ونأتي نحن ويكون الأستاذ سهل ولطيف وكل شيء، تجدنا إيش؟ نقول لا 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 لا، هذا يخدعنا، يبي لين جت الاختبارات يخسف بنا. ما نفكر بهالطريقة، لأننا للأسف أصبحنا نحكم برؤية غيرنا لا برؤيتنا نحن. ولذلك أي طالب من الطلاب
أو طالبة من الطالبات إذا جاء لمقرر من المقررات وهو نفسيته مشحونة عند هذا المقرر، والله لو كان من أسهل المقررات سيكون صعبا. نعم كما قال زميلكم الحين، سيكون صعبا جدا، لأن النفس غير متقبلة لذلك المقرر. ولذلك لو أعطيت واحد منكم قصيدة شعرية، أو لا خلنا في القرآن مثلا، حتى لأن القرآن فيه سهل، لو أعطيت بعض الطلاب، ما لا أمثل عليكم عموما بشكل عام، لو أعطيت بعض الطلاب من غيركم وقلت احفظ لي هذا الوجه من القرآن، آية الدين، يلا كما قال ملهم آية الدين، وهو ما هو براغب يحفظ، بيحفظها ولا لا؟ ولا بيقول صعبة؟ بيقول صعبة ولا لا؟ ويمكن يجلس له يومين ثلاثة ما يستطيع يحفظ. لكن لو كان راعي شعر ويحب الأبيات الشعرية ويسمع الأناشيد والشيلات، فقلت له خذ هذه 100 بيت احفظها لي، يحفظها ولا ما يحفظها؟ وش الفرق طيب؟ وش الفرق؟ أيوة، إذا لما كانت نفسي، أي أحسنت، الإيجابية تصنع، اختصرت الكلام، الإيجابية تصنع الفرق. لما تكون نفسي منفتحة وأنا راغب بالشيء هذا سأجد نفسي أبدع فيه، لكن لما تكون نفسي غير متقبلة لذلك والله لا أبدع فيه ومهما كان سهل. ولذلك الحاجز النفسي يؤثر حتى على الإنسان في تعامله. يجد الواحد أحيانا لما يكون ينتظر مثلا حفلة في البيت ولا كذا، ولا تجده مباشرة يطلع المفتاح ويفتح الباب بدون ما يغلط في المفتاح، لكن لو كان متضارب مع أخوه مثلا وجاب يدخل البيت، بدل ما يضع مفتاح البيت وضع مفتاح الغرفة بالغلط، نفسه مين متقبل أساسا، ولذلك يده أخطأت في المفتاح لأن نفسه غير متقبلة. ولذلك أحسنت، أنا عندي حسن أظن عبدي بي، الأمر النفسي الذي نزرعه في أنفسنا ينعكس تماما على حياتنا. متى ما كنا متقبلين للشيء استطعنا أن نتجاوزه. ولذلك أنا بسألكم سؤال، درستم أنتم الاقتصاد الكلي والجزئي ولا لا؟ طبعا لا أحب أمثل بالمقررات، لكن سأمثل بهذه يعني لأنها قريبة منكم. مقررات صعبة ولا لا؟ ومع ذلك إن شاء الله أن كلكم اجتزتموها، بل جزء منكم تفوق فيها. إذا لدينا قدرة وطاقة وإمكانية ولا ليس لدينا؟ طيب لماذا نجي لمقرر آخر أقل مستوى منه ثم نقول لا المقرر صعب ما نقدر نذاكر ولا ما نقدر نحفظ؟ دقيقة تنتج عنها صعوبة يا ملهم بلا شك. فنقول الحاجز النفسي الذي أو الأمر النفسي الذي نضعه في أنفسنا ينعكس بالتالي على تعاملنا مع أي مقرر من المقررات. إذا وضعنا هذه القاعدة في أنفسنا استطعنا بإذن الله أن نتعامل معي مقرر. أنتم الآن في مستوى ثالث، مرت عليكم مقررات مستوى أول ومقررات مستوى ثاني ونجحتم فيها، إذن ما شاء الله لديكم الذكاء ولديكم الحافظة ولديكم الذهن الوقاد ولديكم الفهم الكبير، تستطيعون أن تتعاملوا مع أي مقرر من المقررات. إذن ما الذي يفرق أنني أرسل في هذا المقرر أو أنجح في هذا المقرر؟ طريقة تعاملي مع ذلك المقرر. مستوى سابع، أنا وش قلت أنا؟ أنا قلت ثالث ولا لا؟ المقرر في ثالث، اللي عرفت أنا في ثالث. طيب هل في سابع؟ ما شاء الله وراك مخلي ثالث إلى الحين. طيب ما هي مشكلة، خلونا نرجع في حديثنا، قطعتنا يا مثلا. ايش كنت اقول؟ نسيت. على كل قبل ان اكمل، بارك الله فيكم، لي طلبين وارجو انكم يعني تتحملوني في هذين الطلبين. الطلب الاول ارجو عدم رفع علامة، بارك الله فيكم، ارجو عدم رفع علامة اليد الا للضرورة، لان الحقيقة
رفع علامة اليد هذا يظهر لي أيقونة تزعجني في الشاشة، فأنا أرجو عدم رفع علامة اليد إلا للضرورة. جيد، سأرجع الكلام. الأمر الثاني أيضا بارك الله فيكم، يمكنكم جربتم أنكم أحيانا ترجعون للمنتدى تحاولون الاطلاع على بعض التسجيلات فتجدونها ما تشتغل ولا لا؟ طبعا من أسباب ذلك، من أسباب ذلك أن الأستاذ يغادر اللقاء ويبقى بعض، يبقى بعض الطلاب. إذا حصل ذلك، ما شاء الله عرفتم عني حتى عدم رفع اليد، ما شاء الله عليكم، أجل خلاص ما راح أتكلم. على فكرة أنا لي يمكن سنتين أو سنة ونص ما درست المقرر هذا، أنا رجعت له بس فقط بالأمس، كان في أستاذ آخر. إيش كنت أقول؟ لا إله إيه نعم. فأرجو إذا انتهينا بارك الله فيكم، إذا انتهينا أن نخرج. يظهر لي أن الطلاب واضعين سيفي لكل أستاذ من الأساتذة في المنتديات. أرجو أن الجميع يخرج حتى أن يتم التسجيل ولا يكون فيه أي إشكال في التسجيل. طبعا البعض يخرج ثم يرجع ثانية، ما نستفيد شيء. فإذا خرجنا أرجو أن يخرج الجميع. أرجع لحديثي بارك الله فيكم، وسأختصر حتى بس ما أخذ من وقتكم وندخل في. إذن حنا اتفقنا أننا نستطيع أن نتعامل مع أي مقرر من المقررات ولا ينقصنا أي قدرة بإذن الله جل وعلا، فقط نحتاج أمر مهم وهو الاستعانة بالله عز وجل، يعني الذي يجعل استعانته بالله عز وجل يفلح بإذن الله. لكن الإنسان يقول أنا قادر على أني أتفوق في كل المقررات، إذا لم يوفقه الله عز وجل هل سيتوفق؟ إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، ولذلك اللجأ إلى الله عز وجل والاستعانة بالله عز وجل لنجعلها هي أول شيء، ثم بعد ذلك نأتي لقدرتنا وطاقتنا. إذا استعنا بالله عز وجل وأكثرنا من اللجوء إلى الله عز وجل نثق ثقة تامة أن الله عز وجل لن يخيبنا بإذنه سبحانه وتعالى. إذن عندنا استعانة بالله عز وجل، وعندنا قدرة وإمكانية نستطيع فيها أن ننجح في أي مقرر من المقررات، هذا كله يجعلنا يعني بإذن الله مهيئين أننا نتخرج بتفوق وامتياز وليس فقط بمجرد نجاح. طبعا أنا دائما أكبر الطالب الذي يقول لا أنا لا أريد النجاح أنا أريد التفوق، أما اللي يريد يركب فقط 60 اللي ينجح هذا ما مهما تكلمت معه ما ينفع. الطالب الذي يريد التفوق هذا الذي فعلا ينفع معه التحفيز، وأحسب أنكم إن شاء الله كلكم راغبين بالتفوق بإذن الله جل وعلا. طيب نجي الآن لمقرر أصول الفقه والقواعد الفقهية. أستاذ دكتور المقرر طويل، دكتور الأقوال كثيرة، دكتور الأدلة كثيرة، الردود على الأدلة كثيرة، هذه كلها استفسارات ستقولونها أنتم صح ولا لا؟ أنا سبقتكم بها. دكتور ما هو الملخص المعتمد؟ دكتور القواعد الفقهية كثيرة، يعني هذه كلها أسئلة أعرف أنكم ستسألونها. ينبغي أن نعلم ماذا شئنا أو أبينا، هذا مقرر حنا مطالبين به، يعني ما استطيع نحذف أصول الفقه من المنهج، هذا مقرر حنا مطالبين به، لكن كيف نتعامل معه؟ هنا يكون الفارق. بقول لكم شيء يكون بناء على حديثي القادم. الآن لنفرض مثلا هند قرأت المحاضرة الأولى، وإذا ما يسرتها يا هند هل التيسير بيدي أو بيد الله عز وجل؟ يعني كلامك يناقض كلامنا كله يا هند، يعني لو الدكتور يسرها والطالب أهمل ينفع؟ وش رأيك ينفع ولا ما ينفع؟
فما أدري الصوت، أنا ما أشوف أحد يشارك معي، الصوت ينسمع ولا لا؟ ما أدري أنتم معي. أنا أخشى أن يتحدث يكون الصوت ما يصلكم. سأكتب وبشوف. السلام عليكم، الصوت مسموع؟ المعذرة أخرجني النظام. طيب، لي طلب آخر وأرجو أنكم تتحملوني على كثرة طلباتي. بودي بارك الله فيكم إذا أخرجني عفوا النظام أن يتوقف الجميع عن الكتابة، ما يكون في كتابة بارك الله فيكم حتى أرجع. بارك الله في الجميع. طيب، كانت إحدى الأخوات نسيت اسمها كانت تقول إذا يسرتها أنت راح تتيسر. الحقيقة بسألها سؤال، طيب وإذا يسرها الدكتور والله عز وجل ما يسرها، أو إذا يسرها الدكتور ولكن الطالب أهمل، إذا لماذا ننظر إلى جانب ونترك بقية إيش؟ بقية الجوانب. لابد أن يكون أيضا الطالب يبذل اهتمام ويبذل جهد. يعني من ناحية الأستاذ بإذن الله جل وعلا أنا أرجو أنكم إن شاء الله يعني تجدون كل تعاون من قبلي وكل ما يكون فيه تسهيل وتيسير قدر المستطاع، لكن في أمور طبعا ليست بيدي ولا بيدكم. يعني المقرر ما نستطيع أن نلغي المقرر، فهو ليس بيدي ولا بيدكم، هذا مطالبين به وعلم شرعي ملزمين به، لكن يبقى قضية كيف حنا نتعامل مع هذا المقرر أو مع غيره من المقررات. أنا أجزم إن مر عليكم دكاترة يقال لهم صعب أنهم صعبين كما يعبر بعض الطلاب، ومع ذلك نجح الطلاب وتفوقوا. لماذا؟ لأن الله عز وجل يسر لهم ولأنهم أحسنوا التعامل. لذلك لا نلقي يعني العبء على الأستاذ ونخلص أنفسنا من المسؤولية. يعني والله الأستاذ صعب إذا ما راح أذاكر، ولا الأستاذ سهل لأن ما راح أذاكر. بالعكس، الطالب يبذل جهده ويذاكر سواء كان الأستاذ صعب أو الأستاذ سهل،
هذا أمر مطلوب منك، لن تتخرج حتى تجتاز جميع المقررات. فمهما كان الأستاذ ومهما كان المقرر لابد أنك تبذل فيه مزيد من الجهد والاهتمام والمذاكرة. أنا أعرف أنكم تعرفون هذا كله، ولكن من باب الدردشة مع بعض، ولأنها أول لقاء وحتى تعرفوني وأعرفكم، ومن باب أيضا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أنا كنت أسأل سؤال أو كنت بسأل لكن انقطع الصوت وقتها، كنت أقول لنفرض مثلا أحمد معي أنتم الآن، حتى ما أنا أخشى كل ما ضربت المثال هذا ينقطع الصوت. لنفرض أن أحمد الآن قبل أن نحضر غدا قرأ المحاضرة الأولى. طبعا المحاضرة الأولى فيها أشياء واضحة وفيها أشياء غير واضحة. كم ستكون نسبة استيعاب المحاضرة عند أحمد أو غيره؟ يعني هذا بس من باب ضرب المثال يعني. لا 75 كأنك كثرت يا مولانا. إذا معناه أنها واضحة 100%، يعني نقول خلوها 30% أو 45%، ما نبي نكثر يعني، خلها 40% مثلا. جيد، معناه أن فهم أشياء وهناك أشياء تحتاج إلى إيضاح، ليس كذلك؟ طيب إذا جاء أحمد أو وجدان أو أمل أو غيرهم للقاء الحي اللي هو غدا وبدأت أنا أشرح وسألني على الأشياء اللي كانت غير واضحة عنده ووضحتها، كم أصبحت نسبة استيعاب المحاضرة عند الطالب؟ ما نبي نقول 100% ونبالغ، لا خلونا نقول 80 أو حتى 75% أو 80%، ما نبي نبالغ، خلها 80-75%. طيب انتهينا. رجع الطالب بعد اللقاء وهو يتقهوى مع يعني الأهل في المنزل، بعد ما انتهى القهوة خذ المذكرة وقرأ له صفحتين أو ثلاث من اللي شرحناها. لاحظوا، قرأ قبل استعداد يعني خلال 5 دقائق، ثم حضر اللقاء والنقاش، ثم إيش؟ ثم قرأ بعد المحاضرة. أنا أجزم أن من يعمل ذلك ستكون الاستيعاب عنده لا يقل عن 90-95%، بحيث أنه يحتاج شيء يسير قبل الاختبار فقط لاسترجاع المعلومات. طبعا يقول واحد ما عندنا وقت نقرأ قبل ونقرأ بعد، لا ترى الأمر أسهل مما تتصورون. القراءة قبل قراءة سريعة، نعم قراءة سريعة فقط يعني تصور الموضوع، والقراءة اللي بعد قراءة لتذكر ما قيل في الشرح. أنا أجزم اللي بيطبق هذا أو على الأقل يطبق أغلبه، ودي تنتظرون في الأسئلة حتى أنهي كلامي ثم بعد ذلك أجيب على أسئلتكم المية. إذا طبق هذا الكلام أو طبق على الأقل جلة، أنا أجزم بإذن الله أنه لن يجد صعوبة في أي مقرر من المقررات. وجربوا ذلك، جربوا ذلك غدا، غدا يعني مثلا بعد العصر اقرأوا المحاضرة الأولى والثانية ثم دعونا نحضر ونتناقش فيها، وشوفوا الفرق بين أنك تحضر وأنت قرأت وبين أنك تحضر ولم تقرأ. ولذلك حتى تكون أيضا الصورة أوضح وأوضح، أفرح خلوني أكمل كلامي ثم أسألوا ما تشاءون حتى بس ما ينقطع الكلام. لا إله إلا الله. أنا بسألكم سؤال، كم لقاء مسجل عندنا؟ عفوا، كم محاضرة تفاعلية عندنا خلال الفصل؟ يعني اللقاءات هذه اللي احنا نحضرها كم بتكون خلال الفصل؟ تقريبا 12 لقاء. كم عدد المحاضرات اللي المسجلة اللي شرحها الدكتور مسلم الدوسري؟ كم محاضرة؟ أربعة وثلاثين أظنها، بعد أكثر من كذا ولا لا؟ أظنها أكثر، لا تقريبا 34. طيب بسألكم سؤال، إذا عندنا 12 لقاء فقط،
هل يمكن أن نأخذ كل المحاضرات هذه بالتفصيل، ولا يحتاج أننا نمر عليها مرور سريع؟ ممتاز. إذن الطالب اللي يأتي وهو لم يقرأ قبل ونتكلم بإيجاز وأشياء سريعة، هل سيكون استيعابه مثل استيعاب الطالب اللي قرأ قبل أن يحضر، ولا بينهما فرق؟ هذا اللي أريد أن أصل إليه. الطالب اللي يقرأ قبل أن يحضر في أي مقرر المقررات يخدم نفسه، هو يسهل الأمر على نفسه. ولذلك الدكتور أحيانا ممكن يجي ويشرح جزئية معينة بشكل مختصر، الطالب اللي ما قرأ بيعتقد أنها إيش؟ يعني لو قلت لكم الآن مثلا، ومن قوادح القياس تركيب قادح التركيب، لأن التركيب هو كذا، تقولون هذا وش يتكلم عنه، لأن المعلومة لم تمر عليكم. لكن لو كانت المعلومة مرت عليكم وأنا بدأت أتحدث عنها، ستجدون أنها واضحة ولا غير واضحة. إذن القراءة قبل الحضور مهمة ولا غير مهمة؟ نتفق إن شاء الله من الغد أننا نقرأ على الأقل محاضرتين أو ثلاث لنحضر ويكون اللقاء كله تفاعل. طبعا إذا استعديتم وكان استعدادكم جيد مثل ما يعني نطمح له، ربما ألجأ لطريقة قد تكون أيضا جميلة، أنني بدل أشرح إراق علينا الوقت أسأل: ما تعريف أصول الفقه مثلا؟ كم أقسام الحكم التكليفي؟ وأنتم تجيبون. بهذه الطريقة تكون إيش؟ بتكون تفاعل، والمعلومة ترسخ إيش؟ ترسخ في الذهن. وفوق ذلك كله إن شاء الله، بعد كل فترة، يعني بعد 10 محاضرات أو 5 محاضرات أو كذا، نجعل مثل المراجعة أو الاختبار التجريبي اللي عن طريق الموقع، أظنكم جربتموها وتعرفونها. هذه أيضا ترسخ المعلومة يعني أكثر وأكثر. طبعا أنا هذه الطريقة جربتها يعني كذا مرة مع طلاب، والحمد لله استفادوا كثيرا. يعني طلاب درستهم بحمد الله كان نسبة الامتياز ليس النجاح تصل قريب من 90%، ليس يعني بسبب جهدي أنا، لأنهم هم أساسا أول شيء أعانهم الله عز وجل، ثم عرفوا الطريقة السليمة للتعامل مع المقرر، فأصبح المقرر سهل جدا. أنا أريد منكم طلب: لا تحمل هم المقرر ولا هم الأستاذ، احمل هم متى وكيف ستذاكر. إذا حملت هذا الهم أنا أثق ثقة تامة أنك إن شاء الله لن تنجح فقط بل ستتفوق. اجعل همك كيف تذاكر ومتى تذاكر. يعني لا تفكر والله المنهج طويل المنهج صعب، يعني بالنسبة للمنهج بإذن الله ستجدون أنه سهل وميسر، وحتى الأسئلة إن شاء الله ستجدون إنها فيها من الوضوح ما يجعل الطالب حتى لو ضاق عليه الوقت في المذاكرة أنه يستطيع أن يجيب عليها بإذن الله جل وعلا. طبعا هذا مرهون بتوفيق الله عز وجل ثم المذاكرة. اتفقنا على ذلك أننا نقرأ قبل، ولذلك هذه الطريقة إذا اتبعناها يمكن الواحد قبل الاختبارات يتعرض لظرف من الظروف ما يعرف الواحد إيش يصير، فيجيه سؤال ما استطاع أن يذاكره في الأسبوع اللي قبل الاختبارات، لكنه سيتذكره من خلال إيش؟ من خلال الشرح والمراجعة. إذن في كل خير بإذن الله جل وعلا. أنا لا أريد أن يعني نجعل الطريق مفروشا بالورد. أي مقرر من المقررات مهما كان سهل يحتاج إيش؟ يحتاج جهد، لكن بتعاونكم إن شاء الله أنا أثق ثقة تامة أنكم في آخر الفصل
ستقولون أصول الفقه من أسهل المقررات اللي مرت علينا. أنتم الآن لا تصدقوني، جربوا حتى ننتهي إن شاء الله في النهاية، ثم بعد ذلك أحكموا. لكن لا يعني سهولة المقرر أن لا يحتاج إلى قراءة، إلى مذاكرة، إلى متابعة. مهما كان سهل وميسر وبسيط لابد من قراءة ومتابعة واهتمام بإذن الله جل وعلا. طيب، إذا عرفنا الآن المطلوب منا أننا قدر المستطاع على الأقل نقرأ لقائين قبل نأتي. يعني حنا محاضرتنا تبدأ الساعة 9، يعني لو جلس الواحد المغرب نصف ساعة وقرأ محاضرتين أو ثلاث أعتقد هذا كافي، سيحضر وهو مستعد تماما. ولذلك حتى لو سألت أنا سيجد نفسه إيش يجيب. طيب تجي وجدان تقول أنا قرأت وإنت سألت سؤال ولم أستطع الإجابة عليه، فماذا أقول؟ أقول هذا بالعكس، هذا يرسخ المعلومة أكثر. يعني الآن لو طرحت سؤال عليكم ولم تستطيعوا أن تجيبوا عليه ثم أنا أجبت عليه، ثم هذا السؤال جاء في الاختبار، تنسون الجواب ولا ما تنسونه؟ ما راح تنسون الجواب، لأن جاء عندكم محفز ذهني أنك لم تعرف الجواب ثم عرفته. نعم، كما قالت تركز على الجواب وما ننسى. ولذلك اللي أريد أن أقول للجميع، الطالب اللي احنا نسأل وتناقش اللي ما يعرف الجواب لا يضيق صدره، بالعكس يعتقد أن هذا من رحمة الله عز وجل به حتى يرسخ الجواب، أيضا الجواب في ذهني. ففي كل خير، إن أجبت هو خير لك، وإن أخطأت أيضا خير لك. هند، ما قلت انتظروا لين أخلص ثم أسألوا، وراكم مستعجلين. طيب أنا ما بتوقف وأجيب على أسئلتكم، ما أنكم مستعجلين. من وين نقرأ؟ من مقرر أصول الفقه والقواعد الفقهية. هذا مقرر مسجل في محاضرات مرئية سجلها الدكتور مسلم الدوسري في 34 محاضرة، وهي مفرغة من زملائكم. طبعا أنا ما أدري خلال السنتين أو السنة ونصف الماضية هل في تفريغ جديد أو لا، لكن أنا أذكر في تفريغ قديم عام 1431 تفريغ كامل للمحاضرات. طبعا فيه أخطاء لكنه تفريغ كامل. هل هو معتمد غير معتمد؟ العمادة لا تعتمد شيء، هذه جهود الطلاب، فالطالب يوازن بينها. طيب في ملخصات معتمدة؟ لا يوجد شيء معتمد، لكن في ملخصات موجودة في السوق. عندكم ملخص أظن واحد قال له أظن أبو يوسف أو كذا، أذكرها يعني قديما، أنا ما أدري الحقيقة هل هو يعني ملخص متكامل أو لا، بس أذكر الطلاب كان بعضهم يذاكر منه. يعني اللي أقوله بارك الله فيكم، الطالب يستطيع أن يعرف ماذا يريد ومن أين يقرأ. والله أنا ما أرتاح للمذكرة هذه لكن أرتاح للمذكرة هذه، فلماذا نجبره؟ طيب يجي طالب أو طالبة يسأل ليش العمادة ما تضع لنا ملخص معتمد أو مذكرة معتمدة وتريحنا؟ تعرفون إيش الجواب؟ سابقا كما قالت عبد النعم، سابقا كان بعض الدكاترة يقول عندكم الملخص الفلاني تراه معتمد جيد، ثم هو يضع الأسئلة، يرجع للمحاضرات المرئية ويضع أسئلة، وضع سؤال غير موجود في الملخص، الطلاب وش بيقولون؟ تصير مشكلة ولا ما تصير مشكلة؟ تثور إشكالية يعني عند الطلاب، كيف تقولنا الملخص معتمد ثم يأتي سؤال من خارج هذا الملخص؟ ولنفرض جدلا يعني الأستاذ في ظرف من الظروف ما استطاع أن يكمل وهو قال الملخص معتمد، فوضعت الأسئلة من قبل أستاذ آخر، أو العمادة أخذت نموذج من بنك الأسئلة. العمادة لما تنظر للأسئلة لا تنظر إلى ملخص، تنظر إلى المحاضرات إيش؟ المسجلة. وش اللي لخبط المعلومات يا نورة؟ ما الذي يلخبط المعلومات؟ احنا نريد ما نطلع اليوم إلا حنا متفقين على شيء. لا يا نورة،
يعني كونك تبحثي يعني تشوفين ملخص هذا وملخص هذا وملخص هذا، انت خذي لك ملخص واحد او مذكرة، لا اقول ملخص، وتابعي معنا او تابعي مع المحاضرات المرئية وتأكدي انها مستوفية، وهذا يكفي وهذا يكون كافي ان شاء الله. لكن اجمالا المطلوب والمعتمد هو المحاضرات المرئية. عموما هذا ليس عندي بذاك الأهمية، لأن أعرف أن الطالب، أعرف أن الطالب أو الطالبة اللي يقرأ قبل أن يحضر ويتابع معنا أنها إن شاء الله لم يجد أي صعوبة أو مشقة. بالنسبة للمقرر عندكم ينقسم إلى قسمين، وهذا لابد أن تعلمونه قبل أن تقل الإجابة على أسئلتكم. ينقسم طبعا، بقي دقيقة، خلي المقرر نتكلم عنها الأسبوع الحاضر القادم غدا. في أي سؤال أو استفسار قبل أن نختم؟ المحاضرات يا وجدان والكلام للجميع، اليوم مثل هالوقت وغدا مثل هالوقت. سؤال آخر؟ نرجو إن شاء الله أن بعد حديثي هذا على الأقل أن انفتحت في نفسكم شوي لأصول الفقه، وأنكم إن شاء الله تتقبلون أصول الفقه وأنكم تبدعون فيه، وأنكم إن شاء الله يعني الجميع يكون متفوق وليس فقط ناجح. أسأل الله عز وجل للجميع الإعانة والتوفيق. فقط أنبه إلى أمر، قد ألجأ أحيانا وأنا أشرح إلى إغلاق الشات، لأن أحيانا البعض وأنا أشرح يقاطعني فأقع في يعني ينقطع الكلام، فأحيانا أغلق الشات ثم بعد أنتهي أقوم بفتحه باستقبال أسئلتكم. تأمين وإدارة، ما أدري تأمين وإدارة أي مستوى، تأمين وإدارة أي مستوى، كيف ثالث؟ ما يمكن يجي في جدول واحد محاضرتين مع بعض؟ تأكدوا. النظام يعني عندكم الآن أعمال مصرفية في الوقت اللي حنا فيه، عجيب، والمستوى ثالث أيضا، هذا لأول مرة يحدث، أنا سأتأكد من ذلك. عبير تقول لا، يعني مستوى آخر يا عبير. أيوة شفتوا، ما هي نفس المستوى، إذا كانت غير نفس يعني مستوى آخر. أجل من اللي ذكر أنها 9؟ ما هو صحيح. إذا على كل، إذا ما في تعارض بحمد الله عز وجل، نلتقي بكم غدا بإذن الله عز وجل في نفس الموعد. أسأل الله عز وجل لجميع التوفيق والسداد، وكما اتفقنا الجميع يخرج حتى يتم التسجيل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.